لودر نقطة تحول في الماتش طرد محمد هاني، وأنا جايب لك صورة عن بداية الوقفة والغلط كان منين. أنت راجل مدافع، ما لعبتش صحيح باك على جنب كتير، لكن بتفهم كويس جدا في التغطية العكسية والوقفة. الوقفة الصورة اللي بعدها شباب، قول لي انت المشكله شايفها فين؟ غلط يعني، هو من الاول اصلا وقفته غلط. المفروض ان هو كان اصلا علي جبر يرحل شويه، يكون محمد هاني يكون قريب، لان بالرحمه من اللعيبه وبن عطيه لاعب اللي في اصلا هو سيرد باك وبقاله ماتشين بيلعب باك ليفت. شايف تهور كبير جدا محمد هاني، من وجهه نظري يستحق الطرد، لان لو رجليه جت في دماغ الراجل كانت تسبب له مشكله كبيره جدا. لكن وقفته غلط محمد هاني من اللعيبه. قصدك بدايه وقفته يعني؟ اه طبعا وقفته غلط. يعني انت انا عايزك تشرح السيد، مش لازم يا كابتن علي جبر اولا علي جبر كمان واقف غلط يعني. دايما انا ببقى شايف ان علي جبر لازم يبقى بجنبه شويه، ولازم محمد هاني يبقى برده مدي داخل لجوه، لكن برده باصص للناحيه اللي بره اللي بن عطيه. لو علي جبر رحل شويه، وكان الفرود لما تكون قدامك انت بتبتدي تضغط، والثلاثه اللي تحت المدافع بينزلوا. لو علي جبر كان راح كان لازم محمد هاني يغطي وعبد المنعم وكمان حمدي. شايف وقفه الاربعه اللي ورا غلط، وده اللي تسبب ان محمد هاني كان من الاول كان لو واخد خطوتين لورا وعلي جبر كان نازل خطوتين برضو كانت الامور بالنسبه لنا تكون بشكل كويس. لكن الطرد انا شايفه جه في مصلحه اللعيبه، زي ما كابتن عماد ما بيقول ان بدايه الماتش لا صعبه جدا يستحق الطرد. الرجل دي لو جت في وشه كانت هتسبب مشكله كبيره جدا. ده هو ستر ربنا الحمد لله، ان هو اللعيب كان يعني سريع الرد فعل. لكن كل التحيه والتقدير على 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 فيتوريا يعني. معظم المدربين المصريين اللي انا اتعاملت معاهم كان اسهل حاجه بيفكر فيها انه يخرج مهاجم وينزل لاعب في نص الملعب او ينزل يلعب مكان محمد هاني. انا وانا بتفرج والله على الماتش قلت لاصحابي كلهم زيزو. لا يعني الراجل فكر تفكير انا من وجهه نظري في جرأه تحسب له. كمان اللعيبه ادت بشكل كويس جدا. انا كنت كمان يا كابتن يعني حته 4-4-2، انت عارف ان قريب من اللعيبه والراجل كان بيشتغل معاهم. انا كنت جايب لك صورتين برضو، دي تكتيك هما ما هما هيجيبوها دلوقتي. يا ريت الصورتين دول كانوا محدش بيقول لي حاجه. ليه كان شغال امبارح بيهم؟ كان شغال بيهم كابتن عماد امبارح واول امبارح، وانا بتواصل دايما مع اللعيبه. ان بص يا كابتن، ده محمد صلاح، انت برضو حته 4-4-2 دي كانت مفاجاه شويه بالنسبه لي، ان هو ما لعبش ب 4-4-2 والمحاضره النهارده على طريقه 4-3-3-3، وامبارح واول امبارح كان بيعتمد ان محمد صلاح، لانه عارف ان الباك ليفت، ودي نقطة مهمة جدا لازم المشاهد يبقى فاهمها، ان هو بيحرر محمد صلاح شوية من حتة الهاف وبيبتدي يدخله نص ملعب شوية. فمحمد صلاح دي كورة من الكور، محمد صلاح نزل استلم، هتلاقي محمد هاني لو الصورة واضحة شوية او واسعة شوية هتلاقي محمد هاني دخل للجوه وخلى زيزو يا كابتن عماد يروح مكان محمد صلاح. فكمان الصورة اللي بعدها هتبين اكتر. لو الصورة اللي بعدها تيجي بص يا كابتن، ادي محمد صلاح وادي محمد هاني وادي زيزو. طول الفترة اللي فاتت بيعمل التكتيك ده عشان خاطر الباك ليفت دايما يا كابتن هتلاقي رايح مع محمد صلاح وبيسيب المنطقة المكان محمد صلاح بيحط زيزو. ده تكتيك مدرب شغال عليه بقاله فترة، وانا شايف ان هو لا بس هنا الباك ليفت هو اللي واقف توبه اهو، توبه هو اللي واقف مع زيزو. انا بتكلم يا كابتن ان هو شغال على هو عايز يسحب الباك يسحب الباك ليفت ويخلي زيزو يروح مكان محمد صلاح. لكن النهارده هو لعب بطريقه 4-3-3 مع الشغل اللي هو عامله ده. طيب